سناء عم اقول لك لا تكذبي، طالع البنت بسرعه. يلا قولي لي وين احسن لك. ما بصير هيك يا حبيبي اغا، اللي عم تقوله سناء بتدخل احسن لك. وانت شو عرفك؟ حنان شافت البنت وهي عم تهرب. ايه شفتها. وشو عرفك انها هربت؟ شفتها حامله باجدة بايدها. ومن وين راحت؟ راحت باتجاه التل البيضاء. اذا هيك معناتها البنت هربت على الضيعه الثانيه. يعني عن جد هالبنت غبيه، هنيك في عناصر مسلحه. رايحين على الجبل منشان ندور عليها. يا جماعة إن شاء الله العمر لكم. يا حرام يا حرام. طول بالك دكتور، نشكر الله انك قدرت تنقذ حياة باقي الاولاد. بس هي ما قدرت تنقذها، مشان هيك انا متضايق كثير. يا ربي راحت البنت من ايدي يا ربي. وقف يا حبي لوين؟ يا دلبتي الأهالي برا كتير متضايقين، وأنا خايفة كتير لأنه بهالوضع ما منقدر نهديه. أنا برأيي تهرب أحسن لك. اتركوني بدي فوت أقتله. أنت حالك يا ابني، بعرف مصيبتكم كبيرة، بس الدكتور شو بده يعمل؟ مو بإيده. بس هو اللي قتل لبنتي، بترجاك اهدى يا ابني. اتركني بدي فوت أقتله على الواطي. هروب بسرعة، هلأ بفوتوا بيقتلوك. شو أعمل بغيابك؟ ضلي عم تعطيهم الأنتيبيوتيك، وأهم شيء إنه لازم يجي دكتور لهون على الضيعة، وإلا المرض رح ينتشر أكتر. الله يحميك منهم يا دكتور. اسكتوا اسكتوا انت وياه، اسكتوا اسمعوني، اسكتوا اسكتوا عملكم، اسكتوا بقى. شو ما عم تفهموا؟ انا رايح. سمعتوا شو قال؟ ليكو هاي الدكتور رايح للضيعة، بعدوله بقى. هو اللي قتل بنتي. بكفي، لا تخلوه يروح. يلا روح انت، اهدوا، لا تخلوه يروح. هرب يا ابني، اهدوا شوي. هو اللي قتل بنتي. بكفي بقى، لا تضربه. عمكم بكفي، اسمعوني. بكفي، اتركوا بقى. شو صار لكم يا ربي؟ الله لا يوفق. والله عيونك يا ربي. انت
انت تعال معي وانتوا دوروا بين الشجر. يلا ها ها. نرمين نرمين. نرمين نرمين. خلصنا بقى لوين لاحقيني؟ امشي روحنا ذا الطريق. نرمين ما لقيناها يا اخا. معناتها خلونا نطلع على الجبل. يلا توزعوا. يلا شباب. نرمين نرمين نرمين. خلصنا يا أولاد، اتركوني بحالي بقى. في الغاو. خليك محلك. ارجعوا لورا. طيب كيف نطلعه؟ مستحيل نقدر نجي لعندك. عندك في الغام. خليكم، انا جاي لعندكم.